تعلن مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري عن فتح باب الترشيح لجوائزها في الدورة 14 أكتوبر 2014 على النحو الآتي: جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وقيمتها 40,000 دولار، جائزة أفضل ديوان شعر وقيمتها 20,000 دولار، جائزة أفضل قصيدة الشعر وقيمتها 10,000 دولار. وتقدم طلبات المشاركة خلال الفترة من الأول من أكتوبر عام 2013 وحتى 31 من يناير من عام 2014، بالإضافة إلى الجائزة التكريمية للإبداع الشعري وقيمتها 50,000 دولار. وللمزيد من التفاصيل يمكن للسادة المشاهدين الاطلاع على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.